الأنباء إلى ساحة رئيسية في المخيم، فيما يعني الأنباء تدور أو تصلنا عن أجل. شو بتعملوا هون؟ عشان الاعتداء اللي صار الليلة، ويعني الحرب اللي كانت فلتوا فك ابواب المنازل وفك ابواب المحلات، قاعدين بنسكر المحلات بنسكر المنازل لانه فيش حدا بالدور، فيش حدا، السكان برا المخيم وغير اللي اخلوهم اليهود يعني، ومنحافظ على ارزاق الناس. تمام. ايش دخل كل هاي الحارة يعني؟ ايش الدور دخل هاي الحارة كلياتها فايتينها الجيش، ولا دار يعني مفلتينها، كل دار باكين يفقعوا الباب ويفوتوا يخربوا الممتلكات اللي فيها، يطبشوا المحلات يطبشوا كل اشي. انتو شو بتعملوا؟ احنا قاعدين بنسكر بالمحلات وبدناش يعني اي حدا يفوت على المحلات الا اصحابهن والبيوت والبيوت كمان. احنا متطوعين فريق اسعاف مخيم جنين، وحدة متشكلة من شباب من المخيم، بنشتغل لخدمة أهل المخيم لإسعاف الجرحى داخل المخيم، خصوصا بالاعتداءات الأخيرة تاعت الاحتلال، إنه بتمنع طواقم الإسعاف الدخول إلى المخيم، بتمنع سيارات الإسعاف الدخول إلى المخيم، بنقدم الإسعاف الأول إلى المصابين لحين وصول سيارة الإسعاف. ليلة وصلت عملتوا مع إصابات في الليل اللي كانوا مانعيننا يعني، كانوا محاوطين علينا ومسكرين كل كل المداخل، وأصلا مبلغين الإسعاف ممنوع تتحرك إلا بتنسيق قرار رسمي.